الخبر الاول اللي عدنا عن انس واصاله والفيديو كليب الناري اللي نزلوه اللي كان بعنوان يا امي. بس ما تسمعوا الكليب راح احطكم اياه بالوصف، روحوا اسمعوه. وصار هذا الفيديو كليب جدا قوي، بس الاشخاص اللي سمعوه يكتبوا لنا بالكومنتات شنو تقييمهم لهذا الفيديو كليب، هل عجبكم او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت وانجازات اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي عدنا هي بنين ستار، وصل حسابها بالانستغرام 3 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك وعقبال ال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني حبايبي تباركوا لي بالكومنتات. اما اليوتيوبر الثاني عدنا فهو احمد النشط، والفيديو كليب الجديد احمد النشط نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات يعني من خلالها انه راح ينزل فيديو كليب باكر، راح يكون ناري صار لفتره حمسنا عليه، راح ينزل باكر الساعه 3. فاكتبوا لنا حبايبي بالكومنتات ايش انتم متحمسين هذا الفيديو كليب. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقه بيسان اسماعيل وخفاها الاسم قمر مار من التعليقات اللي عدها. اما بالنسبه لسان السبب فبما انه حاليا اكو مشكله بينه وبين نور مار وهي اساسا مخافيه اسمها من التعليقات، فلهذا يمكن خفت اسم قمر مار. اما بالنسبه للدليل انه اخو مقطع نزل ونزل بعد التعليقات ونكتب اسم قمر مار مار بعدين نروح على كلمه لحظه ثواني عمدا في التعليق تعليق الاشخاص ورايا بما نفضهم زين، نروح نغير الحساب او نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا. بما نغير الحساب ونزل بها التعليقات ونروح لكلمه لحظه ثواني راح نشوف انه تعليق ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. فاكتبوا لنا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، شنو تتوقعون سبب اخفاء لهذا الاسم. الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني شنو رده على هل حيت صالح ويا اعداء من اليوتيوبر. محمد جواني زعل سبب بالانستغرام شويه ستوريات بالبدايه كان يحمس بها انه راح ينزل شيء خرافي ورهيب، ولكن للاسف ما يقدر يقول لنا شنو هو بالضبط. بنفس الوقت واحد من المتابعين صار يساله هل ممكن تتصالح انت وبيسان وهل انت ما زلت تحبها. فرحتكم هذه الستوريات اللي حاب نشوف رد محمد جواني. يا جمال عيد لسه بكره بكره، بس اجى بكره جماعه عدت ونسيت خبروني. اوكي اوكي كل عام والناروزات كلهم بخير. هرب يجي برو اذا الله راد احنا لك راد. حبيبي ربي لو فيني اخبركم هالسنه شو عم يصير لخبركم، بس ممنوع ممنوع يا اخي ممنوع، موقع وراءنا خلاص والله ما ضل شيء 15 يوم بالكثير. غني ما ضل شيء، غني يمكن بالكثير. الشوق اللي بعيده مشتاق لشوق الحاضر. الخبر الخامس اللي عدنا عن رد مملكه القصص على بيسان اسماعيل. ما يعرف شنو اللي صاير انه بيسان اسماعيل فوق الستراك اللي مطتني اياها واللي ضارتني بها بشكل مو طبيعي، اليوم هم رفعت كوبيرات على احد مقاطع وحذفت لي اياه، قال لازم من قبل كم يوم، وفي فيديو والله العظيم ما كان باي اساءه مجرد ستوري بسيط، واتوقع اغلب المتابعين اللي شافوا المقطع يعرفون انه ما كان باي اساءه، ففهد الزين نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يرد بها على هذا الموضوع ويكشف بها حقيقه بيسان اسماعيل واللي قاعده تسويه، واللي هو انه قاعده تنزل كل ستورياتها بالانستغرام قناة وهي عم ترفع عليك كل شويه كوبيرات وستراك على كل ستوري نزلها لها. صراحه الواحد ما يعرف شنو يقول بعد، لكن راح احطكم الستوري اللي حابين نشوفها كامل شوفوها. يا اخي وربي مجانين مجانين. هذا فيديو نازل من يومين بلوك سكروا لي المقطع فلك الديوان بيسان اسماعيل. يا اخي انتم يعني اوكي طبعا انتم شايفين هذا المقطع المتسكر. تعرفون هم ايش قاعدين يسوون؟ قاعدين ينزلون ستورياتهم للانستغرام بقناة وهمية على مود كل ما نزل مقطع اني يروحوا يضربوا لي بلوك ويحذفوا لي. يعني اخت الفضاوة اللي عندكم اللي كل ستوري تنزلوه بقناة وهمية عم تضربون سترايكات وكوبرايتات. يا اخي مجانين ورد. وبس اكتبوا لنا بالكومنتات ردكم عليها. وبس وصلنا لصناعة المقطعات، من المقطع عجبكم لتحطوا لايك تشتركوا بالقناة تشتركوا فيزياء مقاطع من مملكة القصص. وبس مع السلامة.